السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن تعلمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي جعل القلم للكتابة، والكتابة للقراءة، والقراءة للمعرفة، والمعرفة للعبادة، والعبادة لله تعالى. الثاني، صلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المستمعون الكرام، شهر رمضان هو شهر الصيام، وشهر نزول القرآن، وشهر يفتح أبواب الجنة، وشهر يغلق أبواب النار، وشهر يغفر الذنوب، وغير ذلك. يا أيها المستمعون الكرام، هل أنتم تعرفون جزاء الصيام عند الله؟ قال في فضيلة الصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث المشهور، كل عمل ابن آدم له إلا صيام، فإني لي وأنا أجزي به، أي فيه مراقبة خاصة خفية ما يطلوع عليها غيري، وهي كف الصائم عن المفطرات، ثم بعد ذلك إخلاصه لوجه الله، يكون محتسبا ما هي صيامه، الله أعلم بذلك لا غيره. وإذا تم ذلك من الصائم فقبله الله منه هذا العمل، فإن ثواب الصيام لا يتقيد بالعشر في الأمثال إلى 700 ضعف، بل أبى الله تبارك وتعالى أن يطلع أحدا من الملائكة فمن دونهم على مقدار ما سيعطي الصائم، فمن دونهم إذا قبل صومه إنه لي وأنا أجزي به.
يا أيها المستمعون الكرام، هيا بنا نستبق الخيرات. إن شاء الله نحن من متقين والمخلصين. كفيت كلامي. والأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.